شفنا الصعود الكبير في البرازيل في دول بعينها، بينما تتعافى دول أخرى أو على الأقل تسير في هذا الإطار. من باريس ينضم إلي الدكتور محمد السيد كامل، استشاري العناية المركزة وطوارئ. دكتور محمد أهلا بك وتحياتي. تابعنا على مدى اليومين الماضيين الصور في شوارع باريس، الكافيهات، الناس خرجت من منازلها، عادت إلى الحياة الطبيعية، حتى كانوا معظمهم لا يرتدون الكمامات. دول تتعافى ودول أخرى يعني تصعد فيها الإصابات بشكل كبير، يعني يبدو أمرا غير مفهوم. ليست الإجراءات الاحترازية التي تتخذ فقط هي التي تؤثر على هذا الفيروس، هناك تباين في الأجريشن أو درجة خطورة الفيروس ومهاجمته، يبدو من منطقة إلى أخرى أو من شعوب لأخرى. كيف تفسر هذا التباين؟ مساء الخير عليكم ومساء الخير لكل العاملين بالمستشفيات في مصر، من أول العامل سائق عربية الإسعاف إلى غاية الطبيب، لأن هم طبعا بيعملوا شغل رهيب جدا، وأنا شاعر بيهم لأن أنا مريت بهذه الفترة من أول شهر مارس وأوائل شهر أبريل، لأن إحنا كنا في الذروة أيامها. بالنسبة للحياة أنها رجعت طبيعية في فرنسا، ده يعني ما رجعتش طبيعية ولا حاجة، هي رجعت طبعا إلغاء الحجر المنزلي تدريجيا، ولكن ما رجعتش الحياة زي الأول طبعا. يعني احنا لازم نتعايش مع الفيروس، لان الفيروس لسه ما اختفاش في بعض المناطق زي باريس واللي حواليها، وبقيه فرنسا اختفى فعلا، لكن لازم ناخد كل الاجراءات اللازمه، بما وضع الكمامات، غسل الايد بالمحاليل بتنظيف الايادي، البعد الاجتماعي 1 متر. يعني في حاجات لسه، يعني احنا ما رجعناش للحياه الطبيعيه زي ما انتم فاكرين. بالنسبه للمطاعم والحاجات دي، المطاعم من حقنا نروح المطعم، بس بنقعد بره المطعم مش جوه المطعم، يعني في الهواء الطلق، عشان نمنع طبعا الاصابه بالفيروس لو في حد من الناس اللي حوالينا مصاب، وطبعا زائد البعد الاجتماعي والكمامات والحاجات اللي احنا عارفينها. النهارده الجمعيه العلميه من اساتذه كليه الطب في فرنسا اللي كانت تعينت من الحكومه الفرنسيه، قالوا ان الوباء الكورونا فيروس تم التحكم فيه في فرنسا، والسبب او نتيجه التحكم كانت طبعا هو الحجر المنزلي اللي استمر لمده 2 شهر، ونتيجه لهذا الاعداد الاصابه بالمرض قلت جدا. كنا في شهر مارس وصلنا ل 80,000 حاله وتصاب في اليوم، دلوقتي وصلنا الى اقل من 800 حاله في اليوم، ففرق كبير جدا جدا بحالات الاصابه. والحاله المهمه جدا ان الحالات اللي في العنايه المركزه اللي هي الحالات الصعبه قوي قلت بطريقه انها بقت اقل من 1000 شخص في كل فرنسا من اول شهر مارس طبعا، وكنا في اوائل شهر ابريل كنا وصلنا 7200 حاله، يعني فرق جامد جدا بين الحالات الصعبه دلوقتي والحالات الصعبه في شهر مارس وابريل. وطبعا دي انا بقول السبب هو الحجر المنزلي، لازم الناس تقعد في البيت، مفيش حل اخر، مفيش علاج، مفيش لقاح يقدر يمنع الفيروس. نعم، يعني الدول التي تزداد فيها الاعداد هو فقط بسبب الاجراءات من وجهه نظرك، وليست يعني ان الفيروس اجريسيف او اكثر انتشارا وضراوه يعني في مناطق عنها في اخرى. يعني الصعود البرازيلي لم يكن مفهوما، لانه البرازيل ظلت حتى وقت يعني قريب لم يكن بها حالات مسجله بالشكل الذي يمكن ان يمثل خطرا، فجاه التصاعد كبير. هل لديك تفسير؟ التفسير الوحيد، وده نتيجة اللي احنا شايفينه عمليا في المستشفيات في فرنسا، ان البلاد اللي هي تأخرت في موضوع الحجر المنزلي كان نتيجة الإصابات فيها مرتفعة جدا جدا، ولاحظنا في انجلترا مثلا في اوروبا الأعداد والإصابات والعدد الموتى مرتفع جدا لو قارناها مثلا بدولة زي ألمانيا او بفرنسا، يعني أعداد لا تقارن من حيث عدد الإصابات أو عدد الوفيات أو عدد حتى الحالات اللي في العناية المركزة. أعتقد في البرازيل كانت المشكلة إن هم كانوا مترددين في موضوع الحجر المنزلي، وكان حتى في مظاهرات ضد موضوع الحجر المنزلي ده، وكان في بعض السياسيين مؤيدين لهذا، فنتيجة التأخر في القرار إن موضوع الحجر المنزلي نتج عنه الوضع الآن في البرازيل. لدرجه ان دلوقتي البرازيل
يعني هذا مفهوم فيه انتشار نسب الإصابة، لكن حضرتك تحدثت عن عدد الحالات الخطرة أنه يقل وعدد الوفيات يقل، هذا أعتقد له علاقة بشكل أو بآخر بكفاءة الخدمة الصحية المقدمة، بعدد أجهزة التنفس الاصطناعي، بعدد السرير المتاحة للمصابين أو الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة، لأنه بروتوكول العلاج يبدو واحدا في كل العالم تقريبا. طبعا هو في حضرتك واجب على المواطن اللي هو طبعا انه يتخذ وسائل الوقايه من الفيروس، زائد ان في طبعا واجب على النظام الصحي في كل دوله ان لازم توفير سراير في المستشفيات لاستقبال هؤلاء المرضى، وتوفير عدد من الاسره للعنايه المركزه. يعني احنا في فرنسا مثلا كان عندنا حوالي 5000 6000 سرير، بين 5000 و6000 سرير في العنايه المركزه في كل فرنسا. نتيجه الوباء بتاع الكورونا فيروس وصلنا عدد السراير في العنايه المركزه الى 15000 سرير. يعني الدوله وكل المستشفيات بدات انها تعمل تزود عدد سراير العنايه المركزه، وطبعا الاجهزه جهاز التنفس الصناعي وطبعا العاملين في العنايه المركزه، وكان بينقلوا بعض الاطباء والممرضات المتخصصين في العنايه المركزه من المناطق اللي ما فيهاش اي فيروس الى المناطق المليانه فيها الفيروس. يعني مثلا في مناطق في الجنوب في فرنسا ما كانش فيها الفيروس خالص، فالناس دي ابتدت تتنقل الى المناطق اللي فيها الفيروس كتير عشان تساعد زملائها في المناطق اللي مليانه فيها الفيروس. فكان في تحرك من وزاره الصحه وتحرك لزياده عدد السراير والاجهزه الطبيه، زائد حمايه الاطباء والممرضات والعاملين في المستشفى، عشان طبعا ده مهم جدا ان الفريق الطبي يشتغل براحه نفسيه، بانه حامي نفسه من الميكروب عشان يقدر يدي نتيجه كويسه في علاج المرضى. ده شيء واضح يعني. جميل. اعود ايضا الى نسب الوفيات. يعني مساله الخدمه الصحيه بتؤثر بطبيعه الحال، لكن هناك دائما نسبه يعني لا بد منها للوفاة، حتى وإن يعني حدث يعني رعاية طبية جيدة وغيره، لكن هناك قدر لا بد أن يعني يتم الوفاة فيه. هل توصل العلم أو الطب لماذا يحدث تحديدا، وخصوصا ما سمعناه عن تشريح الجثث في إيطاليا، أو ما بات مؤكدا أنه هناك تخثر للدم، هناك جلطات، هناك ليس فقط يعني هو سارس كوف 2 هو فيروس تنفسي، هذا مفهوم، لكن يبدو أنه يهاجم مناطق أخرى من الجسم كالكلى كالجهاز الدوري كغيره. هل, 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 هل توصل الطب إلى حقائق الأمور هذه أم تزال الأبحاث جارية؟ لازم أوضح حاجة، شيء مهم جدا، أن 80% مثلا أنا بتكلم على أوروبا وفرنسا بالذات، 80% من حالات إصابة الكورونا فيروس حالات بسيطة جدا ولم يتم أصلا حجزها في المستشفيات. 80% يعني طبعا نسبة كبيرة جدا لم يتم حجزها في المستشفيات، لأن حالاتها كانت حالات بسيطة وممكن علاجها في البيت. الحالات اللي يتم حجزها في المستشفى حوالي أقل من 20%. هذه الحالات كانت بتحتاج مثلا عندها اصابات في الرئه او محتاجه اكسجين، فلن نستطيع ان نعالجها في البيت، فتم حجزها في المستشفيات. زائد النسبه اللي هي كانت الحالات الصعبه جدا في العنايه المركزه لا تزيد عن 5% من حالات الاصابه بالفيروس كورونا فيروس في فرنسا كلها. يعني كنا حوالي 7000 حاله ولا 7200 حاله في فرنسا كلها من اعداد رهيبه اصيبت بهذا الفيروس. فالفيروس الحالات الصعبه اللي اصيب بيها الفيروس دي حالات بتبقى صعبه للاسف، فيها ناس كتير بيكون عندها امراض مزمنه او عندها المناعه ضعيفه نتيجه العلاج او نتيجه المرض نفسه، فنتيجه ان ما بتصاب الفيروس ما للاسف ما بتستحملش الاصابه بالفيروس، ويتطور المرض عندهم بالفيروس الى حالات صعبه جدا، وبعض الاحيان طبعا للاسف بتؤدي الى الوفاه رغم مجهوداتنا كلها. الفيروس طبعا اتضح ان هو مش بيصيب الرئه بس، بيصيب اجهزه كثيره في الجسم، منها القلب ومنها الاعصاب ومنها حتى طبعا
كلها. عملية تجلطات الدم ونتيجة تجلطات الدم وبتيجي نتيجة عندها إن الناس بتموت طبعا من تجلطات الدم اللي بتحصل. فهذا الفيروس مش بيأثر بس على الرئة، وبيأثر على أكثر من جهاز في جسم الإنسان، بيأثر على على على, على حاجات كتير. للأسف لغاية دلوقتي لازم نعترف إن مفيش علاج بيمنع الفيروس. يعني في بعض العلاجات مثلا أنا بنديها في العناية المركزة بتساعد على تقليل من صعوبة المرض، يعني بنحدة المرض. نعم. لكن ما فيش دواء يخفف الفيروس أو يمنع الفيروس، قصدي يمنع الفيروس. اللقاح الفاكسين يعني هو اللقاح الوحيدة التي يمكن أن تمنع. اللقاح تفضل ثانيا يا دكتور. اللقاح اللقاح طبعا في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا دلوقتي شغالين على اللقاح بطريقة شديدة جدا، عشان يعني نتمنى ان يكون في لقاح على اواخر السنه او اوائل السنه الجديده. هذا ما يفعل العالم لي. نعم نعم يا دكتور، انا عايز اشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. عفوا، فقط انتهى الوقت المخصص لهذه الفقره. يعني طبعا نعود مرات ومرات، يعني كوفيد 19 يبدو اننا يعني مستمر معنا ونتعايش معه خلال الفتره المقبله كلها. دكتور محمد السيد كامل، استشاري العنايه المركزه وطوارئ، حدثني من العاصمه الفرنسيه باريس، على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك.